فرصك في 2020 في طوكيو هتكون ازاي؟ والله طبعا انا حاجه ما كنتش اتخيلها ابدا ان انا احصل على الميداليه الفرديه، خصوصا ان ده كان حلم عمري ان انا اعمل الميداليه البارالمبيه الخامسه على التوالي تبقى ذهب، وكنت اعتزل بيها فعلا وانهي بيها حياتي الرياضيه. بس للاسف طبعا زي ما بيقولوا وتأتي السفن بما لا تشتهي الانفس، حصل ظرف في الماتش ان انا كان المفروض ان انا طالبه رقم معين في المحاوله الثالثه، هو اللي كسبني المحاوله الذهب كانت 143 والنيجيريه كانت 142. حصل حاجه كده لخبطه في الماتش، طبعا كان في تعنت كبير قوي من رئيس الاتحاد الدولي ليا، عشان انا كان طبعا الناس كلها عارفه ان انا كان عندي مشكله معاه قبل ريو، والمدرب بتاعي اداله الفرصه من ذهب ان هو يعمل معايا كده، لانه اتاخر على انه تغيير المحاوله اللي هتحصل بيها على الذهب 20 ثانيه، فبالتالي ان هو تعند معايا ان هو يقبل المحاوله اللي كانت هتكسبني الذهب، فحصلت على الفضه. بس طبعا كان دي بالنسبه لي نهايه المطاف بتاعي، ما كنتش متقبلاها تماما ان انا احصل على ميداليه فضيه، حتى يمكن انا واقفه على منصه التتويج الناس كلها شايفاني ببكي ازاي وانت واخده فضيه ما حدش بيقدر يحصل عليها في اولمبيات. لا يا جماعه انا مش جايه عشان احصل على ميداليه فضيه، لا انا جايه احصل على ميداليه ذهبيه، وده كان طموحي وامكانياتي توصلني لكده، لان انا بعمل هنا 150 فهي تغلبني 142، ده طبعا كان استحاله بالنسبه لي. بس الحمد لله نرجع نقول الحمد لله على كل شيء. طبعا طموحي ل 2020 اكيد هتبقى غير ريو خالص باذن الله، ناويه استعد بقوه عشان احصل على الميداليه الذهبيه برضو، وابقى اعمل الركورد اللي مزاجي فيه ان شاء الله ربنا يقدرني عليه يعني.